مشاهدينا، منذ ثورة 30 يونيو لعام 2013 هناك اهتمام كبير ومتزايد من الدولة المصرية بتنمية الإنسان المصري. مفيش تنمية حقيقية من غير غذاء وسكن جيد وأيضا صحي. من هنا بدأ العمل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية تحت رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق خطة التنمية البشرية. من خلال هذا الأمر بيتم من خلال توفير مستوى لائق وكريم من المعيشة للمصريين، إلى جانب طبعا العمل على تمكينهم اقتصاديا وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية. تضمنت خطة التنمية البشرية الاهتمام بحياة المصريين في المناطق غير الآمنة وشديدة الخطورة. مناطق كانت موجودة في السيدة زينب على سبيل المثال، منطقة الطيبي وتل العقارب. بعد الدراسات الكافية تم رصد ميزانيات ضخمة جدا ومهولة من أجل إحلال هذه المناطق بمناطق أخرى، مناطق حضرية وأدمية تتوفر فيها كل الخدمات والمرافق الأساسية، وتحولت فعلا إلى مناطق زي روضة السيدة 1 وروضة السيدة 2 والأسمرات وبشائر الخير، ومناطق فعلا طليق بحياة كريمة. إلى جانب كل هذا الأمر كان فيه اهتمام موازي أيضا بتغيير وتوسيع الخريطة العمرانية لمصر من خلال خلق مدن عمرانية جديدة ونظيفة زي المدن الذكية، علشان يتم استيعاب الزيادة السكانية وأيضا الخروج من الوادي الضيق. هنعرف المزيد عن جهود الدولة في هذا الملف خلال 10 سنوات من خلال انضمام الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني معنا في الاستوديو. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. عايزين نعرف في البداية وجهة نظر حضرتك عن جهود الدولة المصرية في تطوير المناطق غير الأمنة. الحقيقة مناطق غير أمنة كتير تم تطويرها. تمام. احنا يمكن كان عندنا في حسب آخر إحصاء اللي كان تم 2015 ان احنا كان عندنا في حوالي 360 يمكن بدقة 351 منطقة عشوائية في داخل مصر، يتركز الكثير منهم في داخل نطاق إقليم القاهرة الكبرى والعديد من المدن المزدحمة جدا في هذا الأمر. طبعا الكلام ده كان في خطورة شديدة جدا، سواء إذا كانت على الحياة، ممكن تتسبب في فقدان حياة الإنسان، أو على الصحة العامة، أو حتى كمان على الحالة النفسية نظرا لعدم استقرار الملكية اللي كانت تبقى موجودة، بالإضافة إلى العديد من المناطق الغير مخططة واللي بيعاني منها السكان من العديد من المشاكل البيئية المختلفة ونقص في المرافق ونقص في الخدمات في هذا الموضوع. بداية الخدمات الأساسية أصلا الخدمات الأساسية. طبعا تم عمل خطة شاملة لتطهير هذه المناطق ومحاولة إيجاد حلول لسكان هذه المناطق بحيث أن هم يعيشوا حياة أدمية، على الأقل يتوفر ليهم الاحتياجات الرئيسية لهذا الموضوع. ففي بعض المناطق تم تطويرها بشكل كامل واستبدلت نظرا لوجود مشاكل عديدة كانت تستوجب تطهير هذه المناطق واستبدالها بإسكان مختلف. يمكن حضراتكم ذكرتوا هنا موضوع روضة السيدة زينب والطيبي والعديد من المناطق الأخرى، خاصة في الفسطاط اللي هي موجودة في الوقت الحالي، ودي كانت طبعا مناطق من ضمن المناطق الموبوءة اللي هي تم إصلاحها واستبدالها بمساكن جيدة. طبعا كان الأمر كان بيتم في فترات سابقة قبل يمكن 2011 وقبل 2014 بطرق يعتبر ظالمة للإنسان اللي هو موجود وبينتقل من هذا المكان، إن هو كان طبعا بينتقل لأماكن أقل حتى في المستوى من هذا الموضوع، لذلك هو كان بيتمسك بالأمر ده. لكن اللي هو الإجراءات اللي تمت في الفترة الأخيرة هو هنا بقى نشوف الفرق بين طبعا فرق في التعامل نفسه في مع المنطقة. النهاردة أبينا أمرضينا إحنا محتاجين نغير من الأوضاع العمرانية لهذه المناطق على أساس نفيد الإنسان ونوفر له حياة كريمة أكثر شوية. لكن لما بنلاقي الموضوع أنه هو بينتقل لمكان وهو مش عارف هذا المكان هو موجود فين، أو بيكون أقل زي مثلا مخيمات وما شابه، فبالتالي هو كان بيرفض تماما أنه هو ينتقل. وحتى فكرة التعويضات ربما كان بشكل أو آخر غائب معرفة جدا. نعم. فالنهاردة أصبح أن في 3 بدايل لإنسان الموجود، خصوصا مثلا في بنتكلم عن روضة السيدة زينب 1 و2، أنه هو بيديله فرصة يا إما أنه هو ياخد أموال وان هو يحاول يوفر نفسه هذا السكن الجيد اللي موجود، او ان هو يتم الذهاب الى الوحدة السكنية اللي تم توفيرها عن طريق الدولة وتوفير كمان الفرش اللي موجود جواها بحيث ان هو ينتقل مباشرة ويقدر ان هو يعيش فيها حاجة جاهزة، او ان هو يعيش مؤقتا في مكان ما بتوفر له الإيجار بتاعه الدولة، وفي نفس الوقت بعد ما بتخلص المشروع ممكن يعود لهذا الموضوع.
وطبعا الكلام ده اللي حصل في ماسبيرو وحصل في رود السيدة زينب وحصل في العديد من المناطق الموجودة. إذن الإجراءات اللي تمت مع التدخل بضخ أموال عديدة جدا وكمان طرق المعالجة لهذه المناطق حلت الكثير جدا من هذه المشاكل 351 منطقة. إذا سمحت يا دكتور سعيد، يعني هنا الحديث عن المخصصات المالية ربما يكون محتاج مننا وقفة صغيرة، لأنه لما نكون بنتحدث عن أمور يعني ليها علاقة بشكل مباشر، نكون بنتحدث عن تخطيط مناطق جديدة من الأساس هي مش موجودة على الأرض، الدنيا بتكون أسهل بكتير وأوفر بكتير عن أن احنا ندخل مناطق بالفعل موجودة مبنية بشكل غير آمن وفيها عشوائية كبيرة، وبالتالي لسه عندنا التكاليف بتاعة الهدم ثم توصيل المرافق وهي غير مهيئة لذلك، ثم إعادة البناء مرة أخرى وبتخطيط جديد يكون مناسب لهذه المناطق. خلينا قبل ما ننتقل مع حضرتك للنقطة القادمة، اسمح لنا أن احنا نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا العرض المعلوماتي عن إنجازات الدولة في قطاع الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، ونرجع تاني نستكمل حديثنا مع حضرتك. يعني شفنا مع حضرتك دكتور سعيد ومع السادة المشاهدين هذا العرض المعلوماتي. خلينا نرجع تاني لاستكمال حديثنا عن التكلفة المالية. احنا دلوقتي مصر الحمد لله في 2021 أعلنت الانتهاء والقضاء تماما على المناطق الغير آمنة، تتبقى المناطق الغير مخططة ودي مازال العمل جاري عليها من أجل طبعا تحسين أوضاع أهالينا بها. التكلفة المالية ليه بتكون أكبر بكثير في تنفيذ هذه المشروعات يا دكتور؟ اولا انت لما بتيجي تتعامل مع مناطق جديده او مناطق بكر زي ما احنا بنسميها، بيكون الموضوع التكاليف هي عباره عن مخطط بيتم عمله وحساب للتكاليف الانشائيه اللي بتبقى موجوده، وبعدين انت بتبقى عامل حسابك صحيح في الكوادر الاجتماعيه اللي هتبقى موجوده في هذه المناطق، لكن على الاقل انت بتبقى حاطط لها خطه والكلام ده كله. تمام. المناطق القديمه هي مناطق بتنتقل بجميع مشاكلها الادميه، يعني بمعنى اصح ان احنا في عندنا مشاكل اجتماعيه والكلام ده حله كمان ليه تكاليف، ان ما بقاش فقط في المجتمعات العمرانيه الجديده اللي بينتقل ليها الانسان هي فقط مجرد نقل الانسان، انت بتنقل الانسان بخدماته بمشاكله بكل التفاصيل الموجوده، وده ليه تكاليف اخرى زياده عن التكاليف الانشائيه اللي بيتم بيها. زي ايه دكتور؟ زي على سبيل المثال توفير فرص عمل قريبه، انت بتتكلمي على مكان معين بيبقى موجود وانا مثلا بصرف على السكن اللي موجود، لكن في نفس الوقت يا اما اوفر له وسيله انتقال وده ليه ثمن، يا اما اوفر له مكان يشتغل فيه او يوفر له. فاذا فرصه العمل عندنا احنا ساعات ممكن تتراوح ما بين 100,000 لحد يمكن اكتر من 3 4 مليون جنيه لكل فرصه عمل، فبالتالي الكلام ده هو اضافه للتكاليف الانشائيه اللي بتتم على هذا الموضوع. ده غير كمان ان النهارده انا يعني كدوله المفروض كمان اعدل من سلوك المجتمع اللي موجود عشان يعرف يتفاعل ويتعامل مع المدن الجديده او الانشاء الجديد اللي بنعمله. يعني طبعا غير كمان ان حتى كمان اسلوب التعامل مع الخدمه بيختلف، وبالتالي لابد من تدريبه عليه، والتدريب ده كمان ليه تكاليف. يعني احنا مش فقط بننشئ مجتمع جديد وبالتالي الانسان اللي هيبقى فيه بيتعامل، لا احنا محتاجين كمان نخلي الـ الانسان ده يتوائم ويتفاعل مع هذه المكون، والكلام ده ليه تكاليف اضافيه. طيب دكتور سعيد، عايز اسال حضرتك عن نقطه خاصه بتخصيص مساحات خضراء في المدن الجديده، اهميتها ايه من وجهه نظر حضرتك؟ خلينا اقول لحضرتك النهارده احنا في عندنا مشكله ضخمه جدا في موضوع ارتفاع درجه حراره الارض، في حاجه اسمها جرين هاوس افكت، ده اللي هو بيبقى موجود اللي هو زي الصوبه كده لما تبقى في احتباس حراري بيحصل. طبعا مشكله كبيره خاصه في التغير المناخي. فيعني عشان تتخيلي ان كل المشاكل اللي بتحصل في العالم كله دلوقتي وموضوع التغير في اساليب التعامل مع الزراعه والامطار اللي بتبقى موجوده واللي كانت المفروض انها كانت بتنزل في مناطق اصبحت بتنزل في مناطق اخرى،
فبتسبب موضوعات كارثيه. ليه؟ لانك انت مثلا بتكوني عامله حسابك انك انت الميه بتنزل في الحته دي فبالتالي انا بزرع بيها، النهارده جفت هذا الموضوع وما بقاش فيه امطار جفت الارض، وفي نفس الوقت بتنزل في الحته الثانيه فسبب لك فيضانات وانت ما بتبقيش عامله حسابها. فالمشكله كلها بتبقى موجوده. فاللي بيحصل ان المناطق الخضراء اللي بتبقى موجوده واللي كانت عندنا قليله جدا لدرجه ان في المدن المصريه تكاد تصل الى متر واحد لكل مواطن، ده لو احنا حسبنا الارض الزراعيه. لكن مثلا في حاجه زي القاهره ممكن توصل لاربعه من عشره او نص متر لكل مواطن. فكان في حسب التنسيق الحضري والمجلس الاعلى للتخطيط اقترحوا ان هو يتم اضافه مناطق خضراء لكل مواطن بحيث ان هو لا يقل في المدن من 4 ل 8 متر لكل في المدن القائمه، ويتم رفعه في المدن الجديده لحد 15 وما يزيد عن هذا الموضوع. وفي الحقيقه يعني مثلا احنا عشان نتخيل فقط مثلا مدينه زي العلمين اللي هي بتستوعب 3 مليون نسمه، انت محتاجه حوالي 12,000 فدان مناطق خضراء يتم توفيرها في هذا الامر. الكلام ده بيساعد البيئه انها تنشأ وترعى نفسها من جديد وتحاول انها تقوم نفسها، والا احنا هندخل في كارثه. انت النهارده على فكره حضرتك لو فضل الامر موجود على لهذا الموضوع، انا مش هتكلم طبعا عن اوروبا ولا لا احنا مشكله، انا هتكلم عن مصر الموجوده عندي. لو ما تمش معالجه البيئه بالشكل، احنا بنتكلم على ربع الدلتا تقريبا هيروح. لا طبعا يعني فبالتالي لابد من توفير مناطق خضراء بحيث انها تقدر تقلل شويه من الاحتباس الحراري اللي موجود عندنا، وتستوعب يعني برضو مجرد الفكرة من المدن الجديدة مش فقط الانتقال إليها والسكن فيها والمعيشة فيها، ولكن حتى حصول على حياة أفضل وحياة ربما تكون جودة الحياة. جودة الحياة بالضبط كده، يعني دي طبعا من ضمن الحاجات اللي هي مؤثرة. النهاردة فعلا أنت لما بتيجي تخرق المجتمع أنت أول حاجة فيها، خصوصا مع الوقت والتطور التكنولوجي اللي موجود فيه واحتباس الواحد مع الموبايل بتاعه مع اللابتوب، أنت محتاج في بعض أوقات ليه فراغات تقدر تستوعب الناس اجتماعيا وتقدر ان هم يتفاعلوا مع هذا الموضوع. المناطق الخضراء بتقوم بهذا الكلام. دي نقاط مهمه جدا، بالاضافه طبعا لان هي هتكون ملاذ طبعا وسكن ل 30 مليون، بنتحدث عن المدن الجديده ل 30 مليون مواطن ان شاء الله، واحنا محتاجين هذا الامر بشده طبعا مع الزيادات السكانيه الموجوده. يعني احنا للاسف الوقت داهمنا يا دكتور سعيد، ولكن بنشكر حضرتك طبعا على وجودك معنا وعلى كل هذا الشرح الوافي فيما يتعلق بالمدن الجديده والقضاء ايضا على المناطق الغير امنه والغير مخططه. جزيل الشكر لحضرتك. شكرا لحضرتك. ألف شكر لحضرتك طبعا دكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني. ومشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعة، لأن كده بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة، وتحياتي بالطبع ليك زميلتي العزيزة سارة سراج. تحياتي ليك يا باسم، وتحياتي لدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، وتحياتي طبعا لزميلتنا آلاء شتا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واستنونا بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.